يلا بينا نروح نشوف أهم العناوين اللي اتكتبت عن النادي الأهلي في صحف النهاردة. الأهرام: الجمعية العمومية للأهلي تعتمد لائحة النظام الأساسي بنسبة 87%، 16,000 حضروا للمقر الرئيسي و 13,921 وافقوا على اللائحة الجديدة. أخبار اليوم: الجمعية العمومية للأهلي توافق على لائحة النظام الأساسي في احتفالية تاريخية، الخطيب فخور بأعضاء القلعة الحمراء ودائما الأهلي في الصدارة. الأخبار المسائي: دستور الأهلي العمومية تعتمد اللائحة الجديدة بحضور 16,000 عضو. المساء: أعضاء الأهلي قالوا نعم للائحة بيبو، 87% وافقوا على دستور النادي، ومظاهرة حب بروح الفانلة الحمراء، الخطيب يوم تاريخي الأهلوية كتبوا المستقبل لأولادهم. هي مش لائحة بيبو يا جماعة، هي لائحة النادي الأهلي. المصري اليوم: نجوم الكرة بالأهلي يشاركون في عمومية اللائحة الجديدة، أنديل الأعضاء قدموا نموذجا متميزا للوجه الحضاري للنادي، والجرحي اللائحة خرجت للنور بتوافق الأغلبية. الأهرام: الأهلي يسعد العرب في ليلة لبنان، ليلة لبنانية جميلة بفوز كبير على النجمة. كارتيرون أطمأن على مؤمن وشريف وحمدي، ويوسف يعلن انتهاء عقوبة ناصر قبل موقعة وفاق ستيف. أخبار اليوم: مكاسب بالجملة بعد رباعية النجمة اللبناني. المصري اليوم: انفراجة في أزمة مؤمن زكريا مع القلعة الحمراء، اللاعب أبدأ استعداده للتجديد، ولجنة الكرة تجتمع معاه بعد مواجهة توفاق ستيف. رباعية النجم ترفع معنويات اللاعبين، وكارتيرون حققت مكاسب عديدة من المباراة. الأخبار المسائي: الأهلي يعود للصفحة الأفريقية، الفريق يبدأ الاستعداد لستيف، وصدمة بسبب العقوبة. مهم موضوع العقوبة. الأهرام: الأهلي يدرس الاستئناف ضد عقوبة الكاف لدى المحكمة الرياضية. المساء: محمد يوسف: الأهلي يذاكر وفاق ستيف، الفريق يتدرب اليوم، ومهام خاصة لأزارو وماهر يعود في المباراة. الجمهورية: ستيف يسقط قبل مواجهة الأهلي. طبعا مكاسب عديدة للنادي الأهلي زي ما قالت أخبار اليوم، بعد طبعا الفوز على فريق النجم اللبناني بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب هناك في بيروت. والنادي الأهلي بصراحة عمل مباراة سواء من حيث الأداء أو من حيث النتيجة، مباراة أكثر من رائعة، حتى لو المنافس طبعا ما كان الاحترام ليه وكل أشقائنا اللبنانيين، المنافس ممكن ما يكونش قوي قوي أو مش مستوى النادي الأهلي، ودايما اللي اعترف بيه كابتن فريق النجم اللبناني، لكن برضو في مكاسب كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي من هذه المباراة، وهو إشراك بعض العناصر اللي ممكن ما كانتش بتشارك لفترات كبيرة. أيضا عندك مؤمن زكريا شارك كأساسي، محمد شريف، أحمد حمدي، اللي إن شاء الله يكون مكسب مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي. فطبعا زي ما احنا عارفين مكاسب كتيرة جدا للنادي الأهلي من خلال هذه المباراة، وده نفس الكلام برضو اللي قالته الأهرام. يمكن ضافوا خبر هو خاص عقوبة ناصر ماهر قبل موقعة وفاق ستيف، خلاص العقوبة انتهت، العقوبة الإدارية وعقوبة الإيقاف، لكن هو خلاص دلوقتي متاح بالنسبة لمستر باتريس كارتيرو.